هذه الدار طبعت على الأكدار، وما رضي الله جل وعلا أن تكون جائزة ولا جزاء لعباده ولا لأوليائه. ولذلك تمتلئ أركان الكون بكل محزن، ويتربص بك كل عدو، ولولا حفظه جل وعلا وهو الحفيظ وهو الحافظ لما والله استطاع أحدنا أن يتلذذ بساعة. يقول مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام. ما تلاحظون عقرب تمشي وطلعت من جنب واحد وراح، ما أضرته ما لدغته. شوفونا خلصنا من جلسة البر وجالسين وشابين النار والقهوة والشاهي، فلما قمنا تحركت الحية. طيب قبل ما نقوم ليه ما دخلت ولا دغت واحد منا؟ باختصار ما تستطيع الحية أن تلدغك. لماذا؟ لأنك قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أن تقرأ آية الكرسي عند النوم فإن الله يرسل عليك من يحفظك. أيضا منها أن تكرم وفادة الملائكة. الملائكة العباد المكرمون الذين قال الله عنهم: وإن عليكم لحافظين. لحافظين كراما، كاتبين يعلمون ما تفعلون. لا تجعل في بيتك صنما، الصور المجسدة ولا المعلقة، ولا تجعل فيه كلبا أو غيره مما يطرد الملائكة، فإن البيت يكون وحشة. أكرم الملائكة، البعض منا يهينهم بسماعات محرمة، ولذلك بعضنا بجلسات محرمة، معاصي شيشة ومعاصي ولعن وشاشات فيها قاذورات وموسيقى ونساء عواري. وين يجيك الملك هذا الذي جعله الله عليك حافظا؟ كيف يحفظك وأنت لا تحفظ الله؟ احفظ الله يحفظك. منها أيضا دعاء خروجك من المنزل، فبعضنا أحبابي ينسى عند الخروج أن يقول بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ماذا يقول لك الملك؟ هديت ووقيت وكفيت، محفوظ خلاص، ما أحد، لا شيطان إنسي ولا شيطان جني قد حفظك الله، فلا تنسين ذلك. وبعضنا يقول: لا والله ذهب مالي. تدري لماذا ذهب مالك؟ لربما بعضه ملوث، أو لربما كسبه غير طاهر، أو لأن الله علم من سابق علمه أنك لو اغتنيت لفسدت. ترى بعضنا مكانك راوح جميل، هكذا أنت أجمل حالاتك. وش أجمل حالاتك؟ ما أنت فيه. ليس معنى ذلك ما تبذل سبب، ابذل سبب الرزق، لكن لا ينشغل قلبك بالرزق، انشغل بالرزاق، انشغل بحفظ المال، لا انشغل بالحفيظ، هو الذي سيحفظه. لكن إذا جمعت مليون ريال ساهمت بها، راحلت. قلبنا المواجع على بعضنا، لكن ما في مشكلة، ها تحمل واصبر. تدري لماذا رحلت؟ هو وهبك إياها. هل كان جمع المال الذي اجتمع بحولك أم بموهبته هو؟ من عنده الوهاب وهبك. والله إنه لكريم، لا يمكن يعطيك ثم يأخذها إلا لأن أخذها بعد إعطائها أقرب لك عنده سبحانه وتعالى، فأخذها منك. ثم لأن بعضنا فعلا لو اغتنى لفسد. إن من عبادي، وحديث لا بأس بسنده، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغنيته لأفسدت عليه دينه. بعضنا يوم زادت المال شوي، أول ما ترك صلاة الفجر الله يجزاه خير، ها، وودع صلاة الضحى، صحيح؟ كان أول كريم، يوم الراتب 5000، يوم صار في الرصيد 5 مليون صار ما يعزم ولا واحد، الله يجزاه، صار بخيلا. عجيب، المال استودعه الله. وأجمل استثمار أيها الآباء أن تصرفوا أموالكم على تربية أبنائكم وعلى إصلاح أبنائكم، فإنه من أعظم أبواب الصرف. هنا يقال إن رجلا كان يصلي راعيا للغنم، وبعض رعاة الغنم في التوحيد أعظم من بعض المتعلمين، كان إذا أراد صلاة الجمعة خط على غنمه خطا، فقال: أستودعك الله فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
فيذهب يصلي ويعود ما خرجت غنمة واحدة من الخط الذي خطه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. أعظم حفظ لك في الحياة أن يبقي الله الإيمان في قلبك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والله إن بعض الناس 80 عام ثم يختم له بكلمة الكفر عياذا بالله. بعضهم صلى أعواما طوال ثم ارتد عن الإسلام قبل ختام حياته، يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. اسأل الله أن يحفظ الإيمان في قلبك، فأعظم ما تملكه. وكيف يكون حفظ الله لقلب المؤمن؟ يحفظه أولا من الشبهات، يحب شهوة النساء فيتتبعها ويتتبعها فتشغل في صلاته وتشغل عن طاعته، فيقع في الزنا، يقع في اللواط، يقع في التعلق في الصورة إلى غير ذلك. والقلب موضع نظر الله، والله عزيز إذا رآك عبدا أسيرا لشهوة ترك هذا القلب البلقع الخراب، حتى يرى الله أنه واحدا في لواحد، قلب طاهر لا يؤمن إلا بالله وحده. وآخر ساعة من ساعات الحياة يجتمع فيها كل معاني وعلم والخشية والحفظ والتوفيق والتسديد من الله للعبد. وكم من رجل أو امرأة في عند وفاته قل لا إله إلا الله، ما أقدر يا شيخ. طيب أنت تقول ما أقدر، الآن لسانك يتحرك، يتحرك بما أقدر، بس ما أقدر أتحرك باللي أنت قلت. قل لا ما يقدر. أعوذ بالله من الغواي، ونعوذ بالله من الردى، مع أن الإنسان قد لا يقولها ويكون من أهل الخير. ما يعني ذلك أنه إذا ما استطاع أن يقولها أن نحكم عليه بأنه مات على غير الإسلام، لا، فقد يكون من أهل التوحيد، لكن أحيانا يكون من معاصيه. ولأن الله ما حفظه في آخر ساعة في الحياة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فاسأل الله الحفظ. السؤال الآن، كيف يحفظك الله؟ أولا بدعائه، يا حفيظ احفظني، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، واسأل الله الثبات. ثمرات ذلك طمأنينة وتوحيد وسعادة. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين، واحفظ بلادنا بلاد الحرمين بحفظك، واكلأها برعايتك وبلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.